السلام عليكم ورحمة الله، تحية للناس بن سليمان. إن شاء الله مرحبا بك أستاذ. تحية للناس بن سليمان اللي زارونا اليوم وشرفونا بهذه الخيرات تبارك الرحمن. أنا حديد السويد الاس 90، طلبناها في الفيديو الإخوان استجبوا لنا جزاهم الله خيرا. الأستاذ شكرا على الزيارة، شكرا على السيارة. الله يسر لك فيها والله يسر المولى الإخدام. آمين، سال الجنة، الله يعطيك الخير وبارك الله فيك، الله يحفظك. حياك الله الغالي وحبيبنا. ما كنبغيوش راكم عارفين الاخوان، حيا الله الاخوان. والخصوصيات هي اهم حاجه عندنا حنا، ومحبتكم ودعائكم وتنفرحوا بكم. مرحبا بكم، ها هي الحباب كتابت هذه السياره اللي قلت لكم في الفيديو السابق، ها هي كتابتها الحبيب. والحمد لله حنا كنديروا مجهودات باش تكتب، حيت موكلين على الله سبحانه وتعالى وارزق بيد الله. والناس اللي كيجيو عندنا تاهما عندهم النيه يبيعوا، وكيجيب الله التيسير، وما توفيقنا الا بالله. ولين واش حاجه راك يقدر الله غرضه. حيا الله الاخوان. شوف تبارك الله الجماليه ديال السويد والفخامه ديال السويد، فخامه ديال السويد والجديد. الناس يجيو عندنا عائلات بوليداتهم، هذا الشرف لينا الحبيب. انا شكرا جزيلا، تحياتي لكم. سي نور الدين تفضل والسلام اخويا. هاك اخويا السويريت بالله راه اخويا. شكرا سير اخويا. انا الحبيب السلام القطار ان شاء الله. شرفونا في قنيطرة الاخوان، حياكم الله. كنشكروا ناس بني ملال اللي جابوا لنا هذه السانطا في هذه الخيرات هذه او محدها الناس. حيا الله احبابنا. الكليو الاخوان، طلبوا الله تكتب الكليو. خلينا دابا مع الفورفو الاخوان. راه تبارك الله 2020 ضاربه 90000، ضاربه 1500 درهم لوكس. الهوت كام ديال الفولفو هي هذه. سيارة ملكية ورئاسية في نفس الوقت. هاد السيكة إن شاء الله وتعقم وتلم مع الإخوان ونديروا عليها مجهودات جبارة، نردوها جديدة إن شاء الله. ومرحبا، خلي يوصل الناس القطار. حيا الله المحباب والصحاب، وتحية للإخوان اللي كيبارطاجيو القناة وكيدعمونا، مرحبا بكم كاملين. وصلت يا نور الدين؟ تبارك الله. ها؟ تبارك الله ما شاء الله. ناضية. مرضي الوالدين ولا مرضي اللي عندي هاد السيارة. لا ميزونيش انا اخويا تبارك الله. ناضي الاخوان، غنخليوها تنسافروا بها نور الدين. هذه عادي ها؟ كيديروا في الطريق. خليها اخويا العيط لك، قول له صبر علينا شويه. ما شاء الله، عطلق الثمن ديالها دابا ولا؟ بلاتي الثمن بلاتي. لا ميزونيش. يلا الله يسخر، خلي تنسافروا بها. هذه راه جات، مرحبا. ها هي جات لك الضريبه رخيصه. ها مرحبا. هذا الكليو ار اس 2021 شحال خصها الاخوان؟ هذه هي مانيال مازوت، ضرب 40000. حاج بخير.